يعني العصفوره قالت لي انه انت دايما بتقول العصفوره حد فتن كده عليك وقال لي ان انت بتزعل من كلمه قدام اللاعبين. قدام اللاعبين صح ولا غلط؟ يعني يعني حاسس ان انا لسه ما وصلتش لمرحله قدام اللاعبين. انا لسه صغير. لا والاقي مثلا ايه ماتش متذاع ليا مثلا ويكتب لك تحت مباريات زمان. مباريات زمان ايه يا جماعه؟ ده انا اللي قدي لسه بيلعبوا، في ناس لسه بتلعب يعني. طبعا ربنا يديهم الصحه ويكملوا. شريف اكرامي مثلا اصغر مني بسنه. في لعيبه كتير في الملعب. وليد سليمان لسه مبطل، ويعني الفرق ما بينه وبينه سنتين ثلاثه.